اقبلوا انه يا جماعه بيراميدز نادي ضمن ال 18 نادي في الدوري الممتاز المصري، كل الانديه ليها احترام وتقدير، ما لناش دعوه برضه فكره المكايده وليه اتعمل بيراميدز ده من الاصل يعني كلكم عارفين، لكن هنفضل لامتى؟ كل الناس اللي تشتغل في المكان ده كل همها مكايده الاهلي، الاساءه للاهلي، التجريح للاهلي، الضغط على جماهير الاهلي، وكل شويه يطلع حد كده ملوش اي حاجه ولا حد يعرف مين ده استاذ ابراهيم علشان بس يضغط على الاهلي او يسيء للنادي الاهلي لدرجه التشكيك في بطولات النادي الاهلي. استاذ ابراهيم لامتى؟ لو دخلنا في التفاصيل في كتير جدا، بس انا هو قال نقطتين في منتهى الخطوره. ما انتوا عايزين مش عارف ايه، ما تقولوا لنا الاهلي بيكسب ازاي؟ انت احنا مش قاعدين على القهوه. انت مين؟ انت بتتكلم باسم ناديك، نرد بقى على ناديك نقول له بيكسب ازاي؟ لان النادي الاهلي لما يسبقك ب 107 سنه ها ولا 105 سنه تقف بعيد. يعني انت مين يتعلم من مين يا اخوانا؟ وما فيش مشكله نتعلم وكل حاجه لو ان هناك جديد، لكنك انت كل همك انك تطلع تلاقح كلام يبقى ده رايك الشخصي. انا اعتقد ان ده كلام لا يمكن يقبل لان هذه عشوائيه. هل هو المتحدث الرسمي استاذ ابراهيم؟ ما هو ده الكلام بقى للساده ملاك ومسؤولي نادي بس بيراميدز. انا عايز احدد حاجه، ما هي دي بقى الاحترافيه، ان انت لما تحب حاجه تعبر عن نادي بيراميدز واصحابه يطلع متحدث رسمي مسؤول يقول وجهه نظر اصحاب النادي ومجلس ادارته، مش وجهه نظره. هو مش جاي نقعد نلاح كلام على بعض. انت عارف الكلام ده، الكلام ده حتى بما فيه من تلقيح لشويه كلام صغير قوي استفز صديقنا العزيز الاستاذ محمد شبان. طب استنى قبل ما تروح شبان، لان في قضيه ثانيه اخطر. من ضمن اللي ذكره وهذا كلام ينبغي التحقيق فيه بقى. ما ينفعش انه يعدي كده. وده قمه العشوائيه اللي ما فيهاش اي نوع من الاحترافيه، ان يطلع واحد يتصدر ويقول معلومات مؤكد لو اتحقق فيها ستصيب بالضرر المكان اللي هو فيه، اللي هي ايه؟ اللي بيقولوا إن لا طبعا هو مشي عشان الطموح. ماشي، انت شايف نفسك اكبر من كل الانديه وحققت انجازات اكبر من اي حد، فاللي جاي لك جاي لك عشان الطموح، وده بدليل انه خد اقل من لعيبه كتير في مصر. خد اقل من لعيبه كتير في مصر ده معناها ايه؟ كل مصر عارفه المبالغ اللي تم تداولها، وبالمنطق طب عارفه ان النادي الاهلي عارف هو عرض ايه. هل معقوله كابتن رمضان هيسيب مبالغ في النادي الاهلي اكتر من اللي خدها في بيراميد؟ هو اخونا ابو المعطي ذاكر الحقيقه عمل فيديو اتكلم فيه على قصه هذه العقود اللي في اتحاد الكره ومدى سلامتها، لانه واضح ان فيها ارقام ربما كان للتحايل على الضرائب المستحقه، للتعامل للتحايل على حقوق عامه فيها، دي مسؤوليه جهات مسؤوله او قضيه جهات مسؤوله تحقق فيها، لكن هي بتثير من جديد قضيه الشفافيه الماليه. ايوه ده اللي انا عايز اقوله، مفيش حل يا جماعه. هو طبعا انت تقدر تقول الكلام ده لان اللي موجود في الورق غير حقيقه ما يحدث بالظبط، لان مش معقول النادي الاهلي قد دفع قبل كده حوالي 1,800,000 يورو وبعدين دفع عرض 3.25 مليون استرليني او استرليني 3.25 مليون استرليني انه هيقبل اقل من المبلغ ده. فاذا بس هو النادي هو ليه بتعمل ارقام اقل بالنسبه لعقود اللاعب؟ طبعا دي علشان فيها ضرائب وفيها نسب للاتحاد وفيها حاجات كده. اذا ده كلام في منتهى الخطوره انك تقدم عقد باقل من حقيقته، ده يستوجب التحقيق. بالنسبه لو انت اتفقت مع هيدرسفيلد على انك تعلنه رقم اقل من اللي كان عرضه النادي الاهلي على الاقل، وده مش منطقي. يعني الاهلي اذا كان عرض 3.25 يبقى هيطلب 4، نادي هيدرسفيلد من اي نادي تاني؟ يبقى انت جاي على حقوق النادي الاهلي اللي له نسبه من اعاده بيع رمضان صبحي، يبقى هذا ايضا تحايل مالي. هذا الامر اذا ذهب به النادي الاهلي الى الاتحاد الدولي وحصل فيه تحقيق قد تكون هناك مفاجات كثيره. وانا هنا بقى دي انا مش بتكلم على موقف النادي الاهلي، بتكلم وجهه نظر شخصيه، بتكلم تحليل. هذا تحليل رؤيتك انت، مش رؤيتي، رؤيه اللوائح بتقول ايه. يعني مش وجهه نظر، انا مش بتكلم في وجهه نظر حد، انا بقول هذا الشفافيه الماليه هو ده كبد الحقيقه. صرفت كام؟ اللي صرفته ده صح ولا غلط؟ مصدر الفلوس ايه؟ ده ثلاث مبادئ انت ملزم ان تعلن عنها.
في البلد بقى اذا كان حد يعني قدم حاجه علشان يهرب من حق من حقوق الدوله، ده مسؤوليه جهات الدوله. جهات الدوله.